صريم. عبد القادر نجوم لاعب اللي قدم مستويات كبيرة مع المنتخب القطري في هذه البطولة لديه 3 أهداف. عبد القادر هل يكون قادر في هذه الكرة على أن يسجل الركلة الثالثة للمنتخب القطري؟ سيد محمد جعفر يترقب وعبد القادر يسجل. الله 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 على صعبة جدا. نعم مقصية في زاوية مستحيلة يسجل بالتالي الركلة الثالثة للمنتخب القطري. أخيرا يتقدم المنتخب القطري بالهدف الأول. جزاء تهيئة بالصدر وصلت إلى أسامة قبل تقطع. أصبحت قطرية بالطرف الأيمن. إرسال كرة بهذه الوضعية. هذه خطيرة هذه خطيرة هذه مرسولة هذه ملعوبة للمنتخب القطري. قريبة 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 تصويبة قريبة تصويبة. الله 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 جانب لاحظ الكرة البينية الممتازة، الاستلام الممتاز، التصويبة أحمد مدنية لم يتمكن من التصدي لها على دفعتين. يأتي بعد ذلك عبد العقاد نجوم، عبد العقاد نجوم ويسجل ويسجل المنتخب القطري. شايف لعادة فضوهات وهو بعد ذلك وحارس المرمى هو اللي أعطى ورجع الكرة لأن تسجل في الشباك من عبد. القطري على الجهة اليمنى أمامية عالية الثاني عبد الله العبد الله. شوف الإعادة. لا لا ما فيها تسلل اللعبة الماضية وبالتالي هدف ملغى. عسكرية 2007 حينما تفوقت قطر بنتيجة 2-0 في ربع النهائي. يواجه هذا المساء أقوى هجوم في البطولة هجوم منتخبنا العسكري اللي سجل 16 هدف كاملة في البطولة. رياضي في بوشر كرة تعود لمنتخب قطر العسكري. سعدي وزير الشؤون الرياضية كرة للأمام الآن